من المفترض كان أن يتوجه. غنوة أعتذر منك، ولكن نريد أن نتوقف عند هذه المشاهد لسقوط صواريخ على شمال إسرائيل وتحديدا في كريات شمونة. طبعا هذه الصواريخ أطلقت من جانب حزب الله. طيب نعود إلى غنوة. غنوة كنت أقول بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتفضل يا غنوة. أقول بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يتوجه إلى نيويورك، لكنه ألغى زيارته بسبب الأوضاع القائمة. اليوم عاد وأعلن بأنه كان من المفترض أن يكون هناك جلسة للحكومة بعد ظهر هذا اليوم لمناقشة التصاعد الاشتباكات والتصعيد السريع، ولكن تم إلغاء هذه الجلسة لأنه سيتوجه اليوم إلى نيويورك لإجراء الاتصالات اللازمة ولعمل اللازم من أجل ربما إيجاد مسعى دولي لتخفيف حدة الغارات التي تعرض لها جنوب لبنان والبقاع، وربما لإيجاد مساعي لحل يعني قد يوفر على لبنان مأساة حرب طويلة، خاصة وأن يعني عدد كبير من النازحين الذين نزحوا لجنة الطوارئ قالت بأنها لم تتمكن من إحصاء الأعداد حتى الآن نظرا لموجة النزوح الكثيفة. بعض النازحين أمضوا ليلتهم في السيارات، بعضهم في العراء. هناك مدارس افتتحتها الحكومة وأمنتها للنازحين رغم أنها لم تمتلئ حتى الآن، ولكن رأينا بأن هناك يعني بعض النازحين أمضوا لياليهم في السيارات. البعض قال بأنه لا يريد أن يتوجه إلى المدرسة حتى يجد حل آخر. البعض قام استئجار المنازل، البعض توجه الى منازل اقارب، ولكن يعني بالطبع لبنان سيكون امام سيناريو صعب بحال كان هناك مده زمنيه طويله. نعم. لهذه الحرب التي راح ضحيتها خلال يوم واحد اكثر من 492. نعم. مدني. شكرا لك على كل هذه الايضاحات مراسله الحدث غنوه يتيم.